السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح دلوقتي أول محاضرات الكوميونيتي بعنوان Introduction to Research Methodology. قبل ما نبدأ المذاكرة عايزين نقول دعاء المذاكرة: اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين، اللهم اجعل لساننا عامرة بذكر قلوبنا بخشيتك وإسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. قبل ما نبدا شرح حابه انوه يعني ان الحاجات اللي انا معلمه عليها هي اللي الدكتوره قالتها، اما باقي الحاجات يعني السطور اللي انا مش معلمه عليها فالدكتوره ما ذكرتهاش قوي يعني ما ذكرتهاش حتى، بس انا هشرحها احتياطي عشان بس يعني لو جه سؤال عليها ولا حاجه، بس عايزين نعرف بس اللي انا معلمه عليه هو المهم هو اللي الدكتوره قالته. معلمه حاجات كتير اصلا، بس يعني الحاجات اللي مش معلمه عليها هي اللي الدكتوره ما قالتهاش اصلا. نبدأ نشوف الأول أهمية البحث العلمي أصلا. هو البحث العلمي مهم إن إحنا مش كل الاكتشافات اللي اكتشفناها في كل البشر اللي اكتشفوها دي مش كلها جت بالصدفة، لأ في ناس فكروا وحللوا وحطوا نظريات ودوروا على أساليب يثبتوا بيها صحة نظرياتهم دي. فلازم نحمد ربنا بقى يعني إن إحنا بنستقبل المعلومات دي على الجاهز ونقدر مجهودهم طبعا، وكمان ان احنا نحاول على قد ما نقدر نطور في العلم اللي احنا خدناه دوت، ما نبقاش بس ناس بتستقبل، لا احنا ناس بتنتج وناس بتفكر. بس كده دلوقتي بقى نخش بقى على المحاضره بتاعتنا. نشوف اول حاجه يعني ايه ريسيرش، والريسيرش بروسيس دي بتتكون من ايه وايه الخطوات اللي فيها. نبدا بسم الله. اول حاجه بيقول لك ان الريسيرش هو ذا بروسيس، بتكون فيها بنعمل كولكتنج وانالايزنج للداتا، وبنعمل انتربريتنج بقى الانفورميشن، بنطلع منها معلومات، والمعلومات دي بنحاول نجاوب بيها على سؤال الريسيرش، انسر ذا كويشن. في الديفينيشن الثاني هو ان هو يكون استراكشر انكويري، استفسار او تساؤل منظم، بنستخدم فيه اكسبت، بنستخدم فيه اساليب علميه مقبوله، اكسبت يوتيلايز اكسبتابل ساينتفك ميثودولوجي، عشان نحل بيها البروبلم بتاعه الريسيرش اللي احنا بنعمله دوت، ونطلع نيو نوليدج، معلومات او معرفه جديده تكون قابله للتطبيق ومفيدة. يعني الريسيرش بروسيس ديت بتكون شبه الجيرني، بتبقى رحلة، والباحث او الشخص اللي بيعمل البحث دوت لازم يحدد حاجتين مهمين قوي. اول حاجة هو هيعمل بحث عن ايه، what research question او problem هو هيكون الريسيرش عنها. تاني حاجة هو هيعمل finding الانسر بتاعت الكويشن دوت، هيعمل finding الانسر ده ازاي. تمام، اللي بيساعدنا في ان احنا نحدد القرارين دول هو الريسيرش ميثودولوجي، وهو عباره عن الساينس اوف ستادينج هاو ريسيرش از دون ساينتفكلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو العلم اللي بيدرس ازاي نعمل بحث بطريقه علميه، بطريقه علميه مدروسه ثابته، مش حاجه هبد ولا عشوائيه كده. احنا ليه بندرس حاجه زي كده؟ احنا بندرسها اول حاجه عشان نبقى عندنا ريسيرش سكيلز، مهارات البحث العلمي، وان احنا بنطلب مننا بحث او ان احنا حتى ان شفنا حاجه وعايزين نستفسر عنها ونعمل بحث نحاول ان احنا نفيد بيه الناس، ازاي نعمل كده؟ بيدينا اسس وخطوات نمشي عليها. وده عاده بيكون يعني جين ريسيرش سكيلز واكسبيرينس، وده عاده بيكون في ايدوكيشنال بروجرام زي الميديول اللي احنا فيه دوت. يعني الميديول اللي احنا فيه دوت مخصص اصلا للريسيرش والريسيرش بريزنتيشن وكل الحاجات دي هناخدها فيما بعد. تمام، تاني حاجه ان احنا تو كريتيكالي ابريز ريسيرش ريبورتد باي اذرز، ان احنا ننقي او ننتقي بشكل انتقاد، يعني احنا ننقي براحتنا ننتقد يعني وننقي الريسيرش والبيبرز اللي هتساعدنا في اي بحث او موضوع احنا عايزين ندور عليه. يعني احنا نشوف هل البيبر اللي احنا بنقراها دي هتفيدني في البحث او السؤال اللي عندي ولا لا. فدي تاني حاجه. تالت حاجه ان احنا يبقى عندنا نبقى عارفين ان الريسيرش بيبقى هدفه ان هو يجاوب على اسئله معينه، والاسئله ديت هي اللي بتساعد ان احنا نكون معرفه جديده، يعني تو جنريت نيو نوليدج، او ان احنا نزود على معلومات او خبرات الناس اللي قبلنا، تو اكستند اكزيستنج نوليدج، ان احنا نزود تفاصيل على المعلومات اللي كانت موجوده قبل كده. ورابع حاجه بقى ان احنا نعمل ريسيرش ديزاين وتكنيك كويسه لو احنا هنعمل ريسيرش. تمام،
ريسيرش ستيبس اوف ميديكال ريسيرش دي مهمه والدكتورات عليها هتيجي في الام سي كيو او الاسي اكيد يعني, فنركز ونحفظها كويس. اول حاجه ان احنا نحدد اصلا ان احنا هنعمل ريسيرش, احنا هنعمل ريسيرش الريسيرش, وان احنا اول حاجه ايدنتيفاي ذا بروبلم, نحدد المشكله اللي احنا هنعمل عنها ريسيرش. ونضرب المثال اللي الدكتوره ضربته في المحاضره اللي هو الاوفر بوبليشن. احنا هنعمل ريسيرش دلوقتي عن الاوفر بوبليشن. هنعمل ريسيرش عن الاوفر بوبليشن هنقول ايه؟ احنا عايزين تفورميليت ريسيرش كويشن ديت ان احنا نحدد بقى احنا عايزين ايه من الاوفر بوبليشن. انا دلوقتي هعمل ريسيرش عن الاوفر بوبليشن بوبليشن ونشوف هل هو ليه تاثير على انتشار الاوبئه والامراض وكمان السيرفيسز اللي بيقدمها الميديكال سنترز وكده ولا لا. وكمان ان احنا حطينا دلوقتي ريسيرش كويشن تمام. قبل ما نبدا اي ريسيرش دي خطوه مهمه جدا والدكتوره اكدت عليها اكتر من مره, ان احنا قبل ما نبدا اي بحث لازم نشوف الاوراق البحثيه اللي اتعملت قبلنا, البيبرز اتعملت قبل كده, عشان نشوف هل اللي احنا عايزين نعمله هيفيد ويكمل اللي الناس عملوه قبلنا ولا خلاص اتعمل اصلا. يعني لازم نشوف اللي قبلنا وصلوا لحد فين, وعشان احنا خلاص شفنا لقينا ان اللي احنا هنعمله هيقدم شيء جديد, نبدا بقى نحط هايبوثيسز افتراضيات ونحط اهداف من الريسيرش دوت بنكتبها. بعد كده نحدد البوبليشن اللي احنا هنعمل عليه بالستدي, وليكن مثلا ان احنا هنعمل الستدي دوت هنشوف احنا هنعمله على ميل ولا فيميل. مثلا احنا هنعمل حاجه في امراض النساء فاحنا اكيد هنعملها على الفيميل مثلا, او هنعمل حاجه على ناس عندها مثلا مرض الدايابيتس, نحدد البوبليشن اللي احنا هنعمل عليهم مين, والسيتنج هنعمل الستدي ديت فين, هنعملها في الكليه, هنعملها في المستشفى, هنعملها فين يعني, والوقت بتاعها كمان. سابع حاجه الديزاين والميثودولوجي, الاسلوب اللي احنا هنتبعه في البحث. يعني هنبحث عن طريق اونلاين, هنبحث هننزل بنفسنا في المستشفى او في الكليه وهكذا يعني. تامن حاجه البروتوكول, ودي مهمه, ده العقد اللي بينك وبين المنظمه اللي هتعمل البحث تبعها يعني, وده بيتضمن عنوان البحث, الاوبجكتيفز بتاعته, التايم بتاعه, الجروب اوف بيبل اللي انت هتعمل عليهم البحث وهكذا يعني. وكمان لو توافق عليه بقى هنخش على الخطوه اللي بعدها, وهو كولكتنج داتا, ان احنا ننزل نجمع الداتا ونحللها ونطلع منها معلومات, انتربرينتنج انفورميشن, ونكتب بقى الريبورت, نكتب ريبورت عن الريسيرش دوت ونتائجه ايه. نبدا بقى نشوف كل خطوه من الخطوات دي بالتفصيل. اول خطوه ايدنتيفاي ذا بروبلم, انت تحاول تحدد ايه المشكله اللي انت هتعمل بحث عنها وتشوف هل هي ينفع تعمل عنها بحث ولا لا. والشروط اللي انت بتحدد ان انت ينفع يتعمل عنها بحث ولا لا هم ثلاث شروط. اول حاجه اوف انترست, يعني تكون مشكله مهمه للناس, ان مثلا زي الاوفر بوبليشن اللي الدكتوره ذكرتها, تكون مهمه للباحث, انت نفسك مهتم بيها, والفاندنج ايجنسي اللي انت هتعمل تبعها تكون مهتمه, والميديكال فيلد ان انت هتعمل مثلا عن البوبليشن وعلاقته بانتشار الاوبئه, فده مهم للميديكال فيلد تمام. ريليفانس ان هي تكون بتزود معلومات جديده, مش زي ما قلت, مش ما تكونش حاجه حد عملها قبلك وتتعب نفسك على الفاضي, لازم تكون حاجه بتزود معلومات جديده. والفيزيبيليتي ان هي ما تكونش عشوائيه او عايمه كده, لا لازم تكون متحدد فيها تيرمز اوف تايم ومان باور, القوى العامله والماني اللي انت هتستخدمها. دي اول ستيب. تاني ستيب الفورمولات ريسيرش كويشن, ان انت تكون الاسئله اللي انت هتسالها في الريسيرش ديت, ودي يا اما تكون سبيسيفيك كويشن واحد بس, يا اما تكون سيت اوف كويشنز. اللي بيحدد عدد الكويشنز ديت هو نطاق الدراسه اللي انت هتعملها. وكمان حتى لو انت هتسال اكتر من سؤال, يعني مش تسال سؤال واحد, هتسال اسئله كتيره, لازم تكون الاسئله دي تايدلي فريمد, يعني متحدده قوي, ما تكونش اسئله عامه, يعني ما تكونش فيها اجوبه كتير قوي, لا تكون اجوبتها محدده. وان تكون اجوبتها محدده ده بيساعدك ان انت تجمع داتا صحيحه وداتا كويسه تقدر تعمل لها انالايزنج وتطلع منها انفورميشن. وكمان ان لو الداتا دي تو فيج او تو جنرال,
ده شيء وحش لانها بتكون داتا مش ديفيكلت ان انت تطلع منها ديزاين او ان انت تعمل لها تطلع منها انفورميشن واناليسز وانفورميشن يعني تجاوب بيها الاسئله اللي احنا عاملها في الريسيرش. والريسيرش كويستشن دي مهمه جدا في ان انت تركز وانت بتحطها لانها هي اللي بتاثر وبتدلك يعني على الاسلوب اللي انت هتتبعه في البحث الميثودولوجي والميثودز بتاعتك والسامبل هتعمل على مين والسامبل سايز هتعمل على ناس قد ايه عددهم وعمرهم وكده يعني والداتا كوليكشن انسترومنت هتجمع الداتا بأني طريقة معلش هتجمع الداتا بأني طريقة هل هتعمل استبيان اونلاين مثلا ولا هتنزل المستشفى او الكلية تجمع البيانات فيس تو فيس مع الناس يعني وداتا اناليسيس تكنيك هتحل المعلومات دي ازاي. ريسيرش كويشنز ديت المفروض فيها الكرايتيريا بتاعت الكويشنز بتاع الريسيرش دي هما سبيسيفيك انها تكون محددة ما ينفعش تبقى عامة قوي يعني ما ينفعش تقول مثلا انا هعمل ريسيرش عن الكوفيد لا انت هتقول انا هعمل ريسيرش عن الكوفيد وعلاقته مثلا بالكرونيك ديزيزز لا وباش بس كرونيك ديزيز لا انت هتعمل علاقته بالديابيتس بس اللي هو يعني هتعمل بحاجه معينه مش ما تبقاش عام قوي وكمان انت تحدد بقى التايم يعني ان يكون مهمه للتايم اللي انت فيه والاشخاص انت تحددهم بردك. انسربل كويستشنز الاسئله بتاعه البحث لازم تكون قابله للي انت اللي هي تتجاوب عشان تقدر تجمع داتا كويسه تقدر تحللها يعني يبقى داتا ار افيلبل تو بي كولكتد يعني. والنوفل يعني زي ما قلنا الريسيرش لازم يكون بيفيد وبيقدم حاجه جديده لازم يكون بيقدم حاجه جديده ما ينفعش ريسيرش يكون متكرر كده انت بتعمل مجهود على الفاضي. والريليفانس تو كرنت ميديسن زي الكورونا مثلا احنا بنعمل ريسيرش على الكورونا عشان هي مفيده لوقتنا الحالي في جائحه واحنا بندرسها مثلا ما ينفعش تعمل ريسيرش عن الطاعون خلص وانتهى انت هتعمل ريسيرش عنه مش هيفيد حد. الجود ريسيرش كويشن بيتحدد بمجموعه صفات كده متجمعه في كلمه فاينر اللي هو فيزيبل فيزيبل يعني ذو جدوى يعني مفيد انترستنج مهم للناس اللي بتبحثوا يعني انترستنج تو ذا انفستيجيتور. نوفل جديد يعني ما ينفعش تقدم حاجه حد عملها قبلك. استيكال بتكون يعني اخلاقي وده بيحدده لجنه اخلاقيات البحث العلمي وتحدد هل انت كنت استيكال وانت بتعمل ريسيرش ده ولا لا والناس اللي انت عملت معاهم الريسيرش اللي هم السامبل هل كانوا عارفين حقوقهم وهل انت قدمت لهم بينيفيتس كويسه ولا لا. وريليفانت يعني ملائم ومهم للميديكال للمجال اللي انت فيه يعني. اليوسفل فورميت بتاعه الريسيرش الكويشن فورميشن بتكون مجمعه في كلمه بيكو فورميت. البيكو فورميت ديت بتبقى رمز ليه البي للبوبوليشن والدكتوره كمان زودت للبروبلم يعني البوبوليشن والبروبلم اللي بتاعه الريسيرش. تاني حاجه الانترفينشن الترفيجن ده يعني التدخل اللي انت هتعمله انت مثلا هتعمل تدخل بدواء هتجرب دواء هتدخل بيه مع الناس وتجربه او هتعمل تكنيك جديد في عملية مثلا وتجربها على الناس وهكذا. الكمباريزن انت تجرب الدواء القديم ده الدواء الجديد اللي انت بتجربه دوت بدواء قديم او العملية اللي انت بتعملها جديد ديت بالعملية باسلوبها القديم وهكذا. ورابع حاجة الاو هي الاوتكم اوف انترست يعني اللي بتطلع بقى المخرجات او النتائج بتاعت البحث بتاعك دي طلعت عامله ازاي. البيكو فورميت دي مهمه يعني الدكتوره قالت كمان حاجه اضافيه ان هي بتبقى مهمه اكتر في الانترفيشنال ستدي اللي هي الدراسات اللي بتتدخل فيها مع الناس اللي يعني بشكل بسيط كده التجارب يعني انت في فرق ما بين ان انت تعمل تجربه ان انت بتتدخل وتدي دواء تدي عمليه تعمل يعني بتعمل حاجه بايدك وان انت تسال بس اسئله عامه كده مش اسئله عامه بس انت بتسال بتسال عن حاجه حصلت خلاص انت مالكش دخل فيها لكن انترفينشنال انت بتتدخل وتشوف النتائج تمام. بسم الله. بردك في بيقول لك ان ممكن نزود كلمه تي حرف تي للبيكو فورميت ديت وتبقى بيكوت وتي هنا ترزم ل معلش ترمز لي تايمينج تايمينج انت تحدد بردك الوقت اللي حصل فيه الاستادي بتاعتك
الوقت بقى مفيد ان انت تحدده عشان تقدر تطلع برضك داتا كويسه. ده مثال، ده مثال للبيكو فورميت، نوع البيشنس اوف نيمونيا، ده البي البوبوليشن. اديناهم تريتمنت اسمه اكس، ده الانترفينشن، انترفينشن دخلنا بدواء اسمه دواء اكس اهوت، وقارناه بدواء واي كومباريزن تو واي اهي كومباريزن، عشان نقلل عدد الايام اللي بيقعدوها في الهوسبيتال. ده النتيجه الاوتكم اهوت. ودي امثله للاسئله بتاعه دي امثله للريسيرش كويشن. Does lowering blood pressure reduce the risk of coronary heart disease? Is prognosis following stroke dependent on age of on age at the time of the event? تالت حاجه بقى، يعني دي اسئله يا جماعه اقروها خلاص، مش مهم تحفظوها. تالت خطوه من خطوات البحث ديت مهمه جدا، وهي ان انت تعمل ريفيوينج ذا ليتريتشر، ان انت تشوف الناس اللي قبلك عملوا ايه، ان انت تقارن ما بين الابحاث اللي اتعملت قبلك، وتشوف هل البحث اللي انت هتعمله دوت هيقدم معلومه جديده وهيقدم او هيقدم حاجه مفيده جديده ولا لا. وكمان يعني فكره الريفيوينج ذا ليتريتشر دي بيديك ميكس فاليبل كونتريبيوشن تو ايفري اوبريشنال ستيب، ان هي بتخليك تقدر تعمل ريسيرش باسلوب كويس، لانك انت اتعلمت من خبرات الناس اللي قبلك في المجال ده، ان انت بتشوف في البيبر ديت معموله مثلا عجبتك واسلوبها عجبك، انت بتبدا تشوف بقى هو اتبع انهي خطوات، خد انهي ميثودولوجي، عمل داتا على انهي بوبوليشن، عمل اناليسيس ازاي، وهكذا يعني. وكمان بتبقى تايم كونسيومينج، ان انت بتبقى مثلا بدل ما تقعد بقى تفكر في حاجات كتيره قوي، تقعد تفاضل ما بين انت هتعمل مثلا الريسيرش ديت في المستشفى الجامعه، في مستشفى الجامعه ولا مستشفى خاص ولا مستشفى فين، بتخليك تقدر تحدد انت هتشتغل فين وتشتغل ازاي، وايه انواع الاسئله اللي انت هتسالها، وكل ده بيكون يعني بتكسبك خبره، فبيبقى تايم كونسيومينج طبعا. وكمان ليها فانكشن بقى، الفانكشن بتاعتها ان هي بتبرينج كلاريتي، بتوضح لك بقى انت هتمشي ازاي وهتعمل ايه، وبتوضح لك انت مسارك هيبقى ماشي ازاي غير مسار غيرك، تمام. وكمان بتحسن الميثودولوجي بتاعتك، انت بتقدر تتعلم من غيرك هو اختار ازاي المعلومات، او هو عمل ايه عشان يوصل للنتائج دي، هو اختار انهي بوبوليشن، هو اختار عمل اناليسيس ازاي، عمل ديزاين بتاع الريسيرش بتاعه ازاي، وهكذا. برودن يور نوليدج طبعا، بتزود معلوماتك عن المجال دوت، ما انت لازم قبل ما تعمل اي حاجه تبقى عارف عنها اللي حصل قبلها عشان تقدر تزود. رابع حاجه ان هي بتكونتكستوالايز يور فايندينجز، بتحط النتائج اللي انت لقيتها ديت في مساقها، وبتحطها بترتب اهميتها بالنسبه لكمان المعلومات اللي كانت موجوده قبلها، وبتكمل عليها. دي مجموعه من السايتس اللي فيها ريسيرشز، لو حد عايز يعمل ريسيرش يطلع عليها قبل ما يبدا. نشوف بعد كده الخطوه اللي بعدها. ثواني. رابع خطوه من خطوات الريسيرش، وهي فورميليشن اوف ايمز اند اوبجكتيفز. قبل ما نبدا بس عايزين نعرف ايه الفرق بين الايم والاوبجكتيفز والجول. الجول هو برود تيرم، يعني بيكون هدف صعب احققه بالريسيرش بتاعي لوحده، لازم يكون بمجموعه من الريسيرش مني ومن غيري، نبدا نزود بقى، نبدا نحقق الجول ده. الايم هو الجنرال، الهدف الجنرال من الريسيرش، وده بيضم مجموعه من الاوبجكتيفز. يعني الايم بيكون هو جنرال، والاوبجكتيفز هي مجموعه من الاوبجكتيفز تندرج تحت الايم، تمام. مثال زي اللي الدكتوره قالته، الدكتوره قالت الاوفر بوبوليشن وعلاقتها بالبابليك هيلث. عندنا الاوفر بوبليشن وعلاقتها بالبابليك هيلث، ده الايم اللي احنا عايزين نشوفه، نشوف ايه العلاقه من الاثنين. الاوبجكتيفز هي بقى الخطوات اللي انا هتبعها عشان احقق الايم دي، زي مثلا ان انا اشوف في الاوفر بوبليشن اكتر في الريف ولا في الحضر، الاوفر بوبليشن بتاثر فعلا على انتشار الاوبئه والامراض ولا لا، هل الهيلث اديوكيشن والهيلث سيرفيسز ليها علاقه بالاوفر بوبليشن والبابليك هيلث ولا لا، وهكذا. دي هي الاوبجكتيفز الصغيره اللي بتحقق الايم الكبير، والجول هو بيكون برود تيرم. عندنا الاوبجكتيفز بتتقسم لنوعين، مين اوبجكتيفز وي سب اوبجكتيفز. والشروط بتاعه الايم ان هو يكون نمبرد، يعني مترقم، وبيبدا باكشن اوف فيرب اللي هو تو دائد الفيرب.
وفي صفات في الكرايتيريا بتاعت سمارت اللي هي سبيسيفيك محدد وميجرابل قابل للقياس واتينابل قابل للتحقيق والريليفنت ملائم وتايم ليميتد يعني يكون محدد بوقت معين. وامثلته زي تو ديترماين تو فايند تو اسيرتن تو ميجر تو اكسبلور. دي امثله الكتابه بتاعت الاوبجكتيفز. يا جماعه هي الباقي الحاجات اللي هي ديت الدكتوره ما ركزتش عليها وما شرحتهاش فانا مش قادره اشرحها لكم قوي يعني، بس محسها كلام انشا يعني ممكن تحفظوه. ازاي بقى اكتب ريسيرش كويشن وهايبوثيسز واوبجكتيفز كويسين؟ اول حاجه قبل ما ابدا اي حاجه لازم اعمل ليتريتشر ريفيو، لازم الدكتوره اكدت عليها على النقطه دي اكتر من مره وغالبا هتيجي في الام سي كيو، ان السيستميك ريفيو او الليتريتشر ريفيو دي مهم جدا عشان نشوف اللي قبلنا وصلوا لحد فين ونكتسب خبره منهم ونعرف ان احنا هنزود ايه على اللي اتقال قبل كده، ما نبقاش بنكرر وخلاص. تاني حاجة ان احنا نشوف ايه الترندز وايه التكنولوجيكال ادفانسز اللي حصلت عشان نتبع اساليب متطورة منبقاش ما نتعبش نفسنا يعني. وكمان نشوف ناخد رأي الاكسبرت اللي هم الخبراء والمونيتورز، وكمان ناخد رأي زمايلنا لو احنا يعني بنعمل ريسيرش ولا حاجة، وان يكون الكويشن اللي بنحطه يكون فيه الكرايتيريا بتاعت فاينر اللي هي تحت اهي فيزيبل interesting و novel جديد و ethical اخلاقي و relevant يعني يكون ملائم. و البيكوت فورميت دي بتكون في الريسيرش كويشن بس بيبقى اكتر احسن اكتر للانترفيشنال ستاديز اللي هي التجارب والابحاث التداخليه زي بتاعه العمليات، لو احنا هنجرب عمليه جديده مثلا او تكنيك في عمليه جديده او هنجرب دواء جديد فلازم البيكوت فورميت دي نطبقها في الريسيرش كويشن بتاعته. والريسيرش هايبوثيسز والريسيرش كويشن لازم نكتبها بشكل كويس هي دي. والريسيرش كويشن لازم والاوبجكتيفز لازم يكون فيها صفات برضك ان هي تكون انسرابل وفيزيبل وكلينيكالي ريليفنت، بتكون ملائمه للمجال ان هي تتطبق عملي يعني. نشوف البي كانت فورميت برضو كانت بترمز لايه. البي كانت بترمز للبيبيوليشن والبروبلم. الاي كانت بترمز للانترفنشنال. والسي كانت بترمز للكومباريزون. والاو كانت بترمز للاوتكم. والتي للتايم. تمام. اخر حاجه معانا هي الاستاتكس او علم الاحصاء، وهو العلم اللي بيتعامل مع ديلز ويز نمبرز، وده بيستخدم ليه كوليكشن وسمرايزيشن وبرزنتيشن واناليزيز اوف داتا. باقي الحاجات ديت الدكتوره حتى ما ذكرتهاش، عايزين تقروها بس كده العلم بالشيء. بس عشان ما نطولش الفيديو، وده سؤال الدكتوره سالته في الاخر، لو احنا عايزين نحكم على العمق بتاع الريسيرش احكم عليه من ايه؟ يعني عايزه اشوف انا معايا في ايدي بيبر اهي بيبر ريسيرش وعايزه اشوف هل البيبر دي هتفيدني ولا لا، اقرا ايه اعرف ايه فيها عشان اعرف هتفيدني ولا لا، هل اقرا العنوان بس، هل اقرا الاوبجكتيفز بس، ولا الكويشنز ولا ايه. الدكتوره قالت الاوبجكتيفز هي اللي هتحدد لك هل البيبر اللي في ايدك دي هتفيدك ولا لا. تمام. دلوقتي نحل كام سؤال عن المحاضرة. أول حاجة the problem of the research should be all of the following except interesting. أيوة. novel. هنشوف. relevant. أيوة لازم تكون relevant ملائمة وبتزود معلومات جديدة. visible. أيوة لازم تكون visible عشان تكون متحددة في الوقت والmanpower والmoney، فالحاجة الغلط هتبقى ايه؟ novel. the general question are important to collect good data. لا، general questions مش بتجمع لنا good data في الريسيرش، يبقى false. البيكو فورميت is useful to develop. احنا كنا قلنا البيكو فورميت ده بنكون بيها ايه؟ research objectives. لا، research objectives دي بنكونها بكلمة smart. research questions. ايوه هي research questions. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.